زياد عنده كام سنة ومن امتى ما تعرفش عنه حاجة او مش واصلك معلومة عنه؟ زياد عنده 17 سنة من يوم 8/6 قبل المركب، المركب ب 8 ساعات كلمني قال لي انا هركب دلوقتي وده لو اوصل بالسلامة. قال لك كده عنده 17 سنة زياد؟ اه. كان محتجز قبل كده في مكان يا فندم؟ ايوه. قد ايه؟ كان احتجز 45 يوم ولا 55 يوم. كان في الوقت ده بيتواصل معاك وبتطمن عليه؟ اه كان بيكلمني كل دقيقة. طيب زياد انت بتقول ان من يوم 8 ما وصلش منه اي حديث او اي تليفون او اي شيء، طيب اكيد حضرتك اتحركت لاي جهات عشان تطمن عليه؟ حضرت النهارده قدمت في الجمعيه الهلاليه بتاعت الشبنيب كوم. ونزل امبارح ورقه مكتوب فيها اسمه، بقول له في الاسم هناك. طيب يعني ان شاء الله ناجي ان شاء الله، بس مش عارفين هو ولا مش وصلنا اي معلومه. طيب الورقة اللي كانت فيها اسمه يا فندم كانت تبع أي جهة؟ هل السوشيال ميديا؟ من... لا كانت بخصوص اليونان. عفوا يا فندم كانت فين؟ بقول لك طالعة من اليونان. من اليونان، يعني أنتوا شفتوا الورقة من الجهات الرسمية الخاصة باليونان اسمه موجود زياد. اه. طيب الحمد لله على سلامة زياد، ونتمنى طبعا ان انتوا توصلوا المعلومات اكتر عنه ويوصل بالسلامة لحضراتكم. طمنا عن والدته وعن اسرته، ازاي كنتوا بتتابعوا الايام اللي فاتت يا فندم؟ بخصوص النت ما نعمل ايه يعني، ما نشوف على النت وخلاص. على النت. اه. اتصلت طيب. بالصليب اليوناني اداني رقم الجمعية، كلمتهم وقالوا لي تعالى يوم السبت. رحت لهم النهارده. واطمنت على زياد؟ اه قدمت شويه ورق وبتاع بس هم ما كلمناش، مش عارف اوصل له.